رجعنا لكم ورح نرجع نروح لعند الشيف شادي وهيك على السريع نقول له بونجور مرة ثانية. بيفتح تمه اوكي وطلع لي طالع لي مش بهك اصلا ايه مش فاهمني كمان طالع لي كمان وبيحب بيحب الحلوين فانتبه على حالك بس تيجي لعندي اذا بتقربوا سنتيين زياده بعد يعني انا بقول لك شو رح يصير بالمطبخ عندك ليكي ليكي شو حلوه صحونك كثير على الارض لابس البعض طيب بايدي وكاتب على جاكيتي فود فور بيس ليك يعني انا كثير موفقه بهيدا النهار الحمد لله طيب انا اليوم عندي كذا مفاجاه اليوم هيدي اقل مفاجأة رح تشوفوها على الساعة 12:24 بدك تسلقوا؟ لا رح نغنجوا تغنجوا ايه؟ لأنه أنا عرفت إنه أنا عرفت إنه إذا بتسلقوا بيصير بيطلع صوت وبيبكي وبيعيط وهيك اوكي طب خلص بلا ما بدي أشوف أنا على كل حال باي باي نحن بنكفيين معكم فائزا رح نكون مع جاي نصار ورح تستقبل اتصالات مباشرة على الهواء بخصوص الجمال هلا اذا بدكم اذا قال الشيف بده يغنجو معناتها شغلتي شغلتي كل واحد عم يتعدى على مصلحه الثاني عامل له مساج اولكم بده بوتوكس لا 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 شادد منيح وزياده على اللزوم بجور على كل حال كيفك تمام فاذا اليوم رح نستقبل اتصالات وطبعا كيف قبل ما نبلش بالاتصالات بدي اعرف كيف صيدا بتجنن جمعه الماضي هلا اكيد امبارح كان بتجنن اكثر طبعا خصوصا كنت موجوده هلا سافا يعني اليوم فاتحين عادي بكره انا رايحه عنا عروس بكره بدنا نطلعها عنا من الانستيتيو نعمل كل شيء طبيعي الحمد لله نشكر الله بتعرف الجيش وقتها يوصل وكل شيء الامن مستتب ان شاء الله الله يقويه ويضله ماسك البلد وان شاء الله كل شيء افكار هيك غلط يما جهنميه هيك تطير وسلام بلبنان ان شاء الله سو نحن لبنانيه وقتها تقولي لبنانيه مكافحين عنا مشي اليوم خلصت على سلامه امبارح خلصت على سلامه اليوم نفتح نهار جديد وصحة جديدة نحن كل يوم عنا مصيبة بس نحن من العالم اللي بنرجع بنمشي وبنكفي ما بدنا نطلع على ورا هنشوف كم صورة على السريع كيف العروس بتطلع من عنا أي ميك اب فيها تحب هي تقرر أي ميك اب بتحبه هلا للعيون الكبار والستيل العربي كثير حلو هيدا الميك اب حلو كثير وناعم فوالا ناعم على قوي مع انه قوي ناعم على قوي هلا أكيد نحن كمان كان بصيدا ياما بالشميزة عنا ميك اب ارتست للميك اب وبذات الوقت للشعر زهير كمان بحط انامله السحريه حنشوف كمان صوره ثانيه لميك اب ديفرنت هيدا للشعر كمان كثير دارج هيدا ستايل ان كان جدوله يما ورده رفعه يما نازل الشعر في كثير موديلات يعني نحن وقتها تجي لعنا العروس في عنا كتالوج فوق ال 50 صوره ان كان ميك اب يما شعر كيف الستايل اللي بتحبه من بعدها بنعمل اكيد السياج انا مع انه العروس تعمل السياج للميك اب وللشعر صح حتى تتاكد انه هيدي انا اللي بدي اكون على بدل ما تعمل نهار. بانيك كمان ليله عرسها في كثير بيعملوا بانيك يعني انا ضد الميك اب ارتست اللي بتقول لك انا احلى ميك اب تطلع من عندي وما بقبل تعمل استياج هيدا غلط لانه في كثير بيطلع بيجوا لعندي عم يبكوا قاشطه الميك اب بنغسلها بنرجع بنعملها على السريع نيو ميك اب بتكون مش موفقه بمحل ثاني وكل اللي بيطلعوا من عندنا كثير مبسوطين ان شاء الله اقدر جمعه الجاي خميس الماضي طلعنا عروس ميك اب وشعر واجا العريس وعملنا لها زفه شيء بيطير العالم ليش والزفه وكله والله صرت بروفيشنال حنشوف صوره ثانيه لانه انا بزفهم شخصيا انا كمان عم بهتم بالعروس فروم اي تو زد في عنا هيدا الميك اب كثير السنه دارج اذا بتلاحظي اجنبيه على شقره في عنا هيدا التيب بلبنان هالجمال الاجنبي كمان الميك اب شوي قوي على ناعم اذا بتلاحظي العيون شوي قويينهم والشفاف كثير ناعمين هلا لكل العروس كل عروس بتعمل ميك اب
فضل انا شبيني يما حدا من البنات يكونوا حواليها يخلوا بالجزدان معهم حمره هي ذاتها شويه باودر لانه بالنهار بتكون عم تعرق من وراء التصوير يما الرقص شويه تابوتمون اكيد لازم السبراي اللي هو فيكساتور اكيد الميك اب ارتست هي اجباري بتحطه حتى يثبت هيدا الميك اب لانه وقتها نعمله نحن كبروفيشنال بيكون الفوندو تاعو كل هيدول مثبتين يعني العريس عشية بده يساعدها لتشيل الميك اب اوكي عندنا اتصال من ناريمان الو ناريمان بونجور بونجورين يا اهلا وسهلا تمام تفضلي في احكي مع الدكتور حبيبتي ان شاء الله يا ريت دكتوره بدي 7 سنين ادرس وارجع 5 سنين بس فيني اساعدك ايه تفضلي انا بليز عندي كثير سلوليت سلوليت؟ إيه لا ما بدك دكتور هيدي هلا لا فكره في كثير عالم يفتكروا سلوليت بتروح باللايبوسكشن بعمليه شفط الدهون اور السلوليت بالعكس بتزيد على شفط الدهون يعني حيلا حدا بيعمل شفط دهون مجبور يرجع يجي لعندي كرمال شيل السلوليت هلا السلوليت بيجي من وراء اكيد قله شرب المي الحركه والاكل الدسم يعني اذا بتسمعي نصايح كارلا بالاكل اكيد حتلاقي نتيجه بتطير العقل يخفوا السلوليت وفي يكون هرمونال نحن كستات جسمنا بفبرك سو انت وحده من 99% من الستات اللي عندهم سلوليت وهذا شيء طبيعي أنا يعني كمان ما تزعلي وتنقهري وتنهمي انا عندي سلوليت واكيد من وراء الاندرمولوجي اللي هي طريقه مثل مساج بس بأبري بتعرفي المساج يدوي بخففه بس بدك تعملي 10 جلسات تيخف 5% بالأباريات اللي عنا من ثالث جلسة بتفرقي جلتي بتصير أحسن سلوليت بتخف وأكيد حنعمل حلقات مميزة عن السلوليت تفسيرات أكثر وبلاس ناريمان بعزمك على جلسه تجربيه عنا بالانستيتيوت كان بجميزه يما بصيدا كرمال تشوفي كيف بنشتغل اكيد حتحبي وتاخذي الباكج هلا الباكج اللي دائما بنقول 10 جلسات تيروحوا السلوليت اللي هو في بقيمه $350 ل 10 جلسات في يكون البي ار سيل 2 اللي هي اجدد ب $450 في يكون الرويز رويز تبع الاندرمولوجي اللي هو البي ار سيل 5 بقيمه $1000 بس بيطلع لك $200 يما $300 كادويات انت تستفيدي منه اكيد سو اتس ا باكج يو هاف تو كم لاستشاره مجانيه بصيدا وبشميزه ناطرينك مبروك جلسه كادو مبروك ناريمان فعنا كمان تليفون من وفيقه صباح الخير وفيقه بونجور وفيقه وفيقه بونجور صباح الخير صباح الخير من حضرتك من بيروت بيروت شو المشكله قولي لي عندك مشكلة؟ الو ايه قولي لي عم نسمعك اذا بتسمعينا بليز من الاباري التليفون مش من التلفزيون اذا بتوطي الصوت ايه وجهي انا بالنسبة بالشوب بالصيف كثير كثير بشوب كثير وبعبي بستعمل كريم وبضلوا في لما اشوف فيه بضل معبقة معبق على غامق يما معبق على عرق يعني انا بعرق كثير هلا بتعرقي؟ اوكي في كريم مخصوصة اذا حطيتي بخفف بس في تعبيق كسمار ايه في اوكي هلا في عنا شغلتين ككريم فيك تستعملي كريم بالانستيتيو عنا اياه قيمته تقريبا $50-$60 هيدا بخفف لك من هالعرق بذات الوقت بتكوني عم بترطبي جلدك بدون ما يعني كثره العرق ببطل الجلد رطبه يعني مش معناتها اذا عرقنا يما الجلد تبعيتنا دهنيه معناتها انه مرطبه ها وحده اثنين اذا عنا منعبي في كمان تريتمنت بنعمل بالانستيتيو حتى وجهنا يضل لون واحد وما يعبي يصير على سواد بتعرفي في سمار يطلع سمار حلو وفي سواد معبق بتشوفي الوجه بتحسيه تعبان سو كمان هيدا تريتمنت بالانستيتيو تقريبا $50-$60 بيتحسن ونحن بنعلمك كيف تهتمي ببشرتك بالبيت تا ما تنزعجي من هيدول الشغلتين هلا حقدم لها جلسه كرمال التعبير وبلاس نحن بنساعدها هلا من هلا بطلت معبقه لانه هلا اخذت هيدي الجلسه هلا على فكره في كثير ستات بيجوا لعندي على الانستيتيو مقهورين انه ما قدروا يتصلوا لانه بتعرفي اسم الله الاتصالات كثير ان كان بلبنان يما من برا بقول لهم انه وقت يجوا لعنا على الانستيتيو حيلا شيء بيعملوه بقيمه $200-$300 بيطلع لهم بقيمه $100 كادو مني واو. ان كان برات لبنان لانه بيجوا كثير مثلا من امريكا
بتقول لي نحن ما بنلحق نتلف لك بنكون نايمين، نحضر الحلقه بعدين. صح. كادو يكون موجود بالشمايزه او بصيدا. طرابلس شوي مأخره نقلرات لايلول، بتعرفي ان شاء الله بتكون رايقه لبنان وكل شيء تمام، بس في فرع رابع سيربريز لا هيكون. لا نحن بنتقدم، ما فيك تعملي هيك، العالم بتشد فينا لورا ونحن بنتقدم. ايه اكيد ان شاء الله على طول بيصيروا اكثر من 4 و5 و6، يعني وين ما يكون حيالله مناطق بلبنان تقدري قد ما فيك تتوسعي، يعني بيلبق لك. على كل حال بس انه لايلول لميرامار ان الله اراد لبعد رمضان، تقريبا رمضان بيخلص بآب، يمكن اول ايلول الله اراد. هلا حنشوف كم صوره اذا بنلحقهم، كمان صور. شو دارج ميك اب وشعر. يلا من بعد ما شفنا الصوره الحلوه، هلا شو بنصح؟ بنصح كثير العروس تعمل جل الضفير، اذا راحت شهر عسل يكونوا مرتبين. صح. على اسبوعين، وخصوصا هونيك بتتصور. بنصحها تركب رموش، لانه تركيب الرموش في منه تبع الشهرين بيخلوا بدون ما تحط ميك اب بشهر العسل يكونوا رموشها حلوين، شويه حمره، وبيعطوا بالصور بطيروا ضلوا ناتشورال وسامبل. فوالا. هلا في كثير ناس وقت يعملوا ميك اب شوية تجاعيد، بتعرفوا بال 25 28 ببلشوا التجاعيد، ما يكتروا باودر تحت العين. يعني انا بال 46 بحط فوندوتا، بحط بودر ناعم كثير حتى ما يكرنش ويجاعد ويبين كثير قوي. صح. بلس اكيد الفيشل والتريتمنتس بينعملوا من قبل بشهر، فينا نعملهم قبل بثلاث ايام تيعطي رونق، خصوصا اذا في سواد تحت العيون، ما لحقنا الاف اي 1، فينا نعمل تريتمنت قيمته $45 بس، بينعمل قبل بثلاث ايام، بيعطيكي تحت عيونك كثير مرتاح، بخفف السواد والتجاعيد. اوكي. وما ننسى الفيشل برايتنين، في شيء عندنا كثير مهضوم بصيدا وبالجميزه، بس كثير مشهورين فيه بصيدا، مطلوب بطريقه مش طبيعيه، ما عم لحق تريتمنت منه. شو اللي هو بي بي اف؟ اللي هو بيست بيوتي فيشل فور برايد. واو. شيء جديد جايبته وقت كنت بباريس وروم، عملت كومبينيشن هيك خلطه غير شكل. في هالصورة هيدي هيدا ستايل زهير، يعني زهير الميك الهير تريسر عندنا معنا بجميزه وبصيدا، هالستايل كثير بينصح فيه لانه دارج الورد، دارج الورد الطبيعي. اكيد حسب الدموازيل، اذا وجهها ناعم بيكون الرفع نزول، واذا وجهها مليان بفضل كمان يكون الشعر حسب وجهها شو بيعمل. طبعاً أكيد. لانه حضرته كمان فيزاجيست، فيزاجيست ارتست. في كمان صوره كثير حلوه كمان السنه دارجه. اوكي. سو لكل الستات اللي البنات اللي بحبوا، خصوصا بهيك اذا بتلاحظي لازم يكون كمان الفستان لابق مع الشعر مع الميك اب. دائما نعمل كومبينيشن يكون للثلاثه، حتى من انا بنصحها شو لابسه فوبيجو، شو تلبس شو ما تلبس، وقتها تجي لعنا مع كل هالقصص مع اكيد. والزفه اتركوا علي، صرت بروفيشنال. الزلغوطه بليز، الزلغوطه كثير، والورد والبنات. وبتاخذي معك الشيف، يعني صدقيني كله بيمشي. يعني العروس على فكره شيف، انت عندك كادو بمناسبه عيد الفادرز داي نهار الجمعه، حلقه كامله حتكون حضرتك موجود، ماجي نصار اختي اللي هي بيوتي فور مان سبيسياليست للرجال، حتعطينا نصايح للرجال كيف يهتموا بحالهم. يا ستات انتوا قعدوا وتفرجوا حتى تنصحوا رجالكم، واللي ما لحقت تاخذ كادو، كل ست بتاخذ بقيمه $300 كادو لجوزة من عند بيوتي فور مان، بيطلع لها كادو عندي بالانستيتيوت تتغنش فيه. فيني اقدم هديتي لجوزيف؟ انا مش بحاجه، يعني فيني اقدم له اياها عليك وعلى جوزيف، يعني مش عم بفهم. حيكون معركه على الجمعه على الفيوشن تي في ان شاء الله اذا الله رد. انا بدي اشكرك جين، ثانك يو. رح نتوقف مع فاصل اعلاني، من بعدها رح تكون معنا مايا بولاده، بدنا نستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء.